على بركه الله نمشيو نشوفوا شكون اللي غادي يبغي يفيق واحد من اهله وحبابه في هذا الصباح. القضيه سهله مهله، فاسيل ماسي. اتصلوا بنا دابا على ارقامنا الهاتفيه اللي هي 05 22 42 72 50 51 او 52 او 05 22 88 00 60 61 او 62. طبعا درنا فقره جوجاب، طبعا مستمعينا الكرام كاين اللي سمعنا وكاين اللي ما سمعناش. طبعا القضيه عادي جدا مستمعينا الكرام، مع الطب التقني عادي، بحكم انه الحمد لله بلادنا كتعرف امطار الخير كثيره وكتعرف رياح قويه، ولكن الحمد لله طبعا الطاقم التقني سيقوم بالواجب. طبعا كازا كانت في واحد اللحظه تقطعات، ولكن ها هي رجعت بيضاوة كيسمعوا لينا. تحية لهم في الصباح. جوجاب كان حديثنا على البنية التحتية. صحيح، مشاكل كبيرة على مستوى البنية التحتية. صح، مشاريع عملاقة كتعمل، خدمة بالليل والنهار مزيانة، راه الخدمة كدار، ولكن عملوها غير متقونة، الله يجازيكم بخير. عادي جدا، نحن ملي كتجي من عند الله سبحانه وتعالى والامطار الكثيرة كنقولوا بانه ممكن يكون بعض الفيضانات وبعض البراك في مجموعه من عادي داكشي. صح، ولكن غا واحد الحاجه انه يكون دابا مثلا صبت عندنا الشتا في 2018 وثبتنا واحد الضرر والحفاري في واحد الشارع معين مثلا وصلحنا داك الشارع، ومن بعد عاود صب الشتا في 2020 او بدايه 2021 ويوقع نفس الشارع نفس الحفاري نفسنا، اللي يولي المشكل. لا، المشكل هنا في المسؤول. انا المسؤوليه، المسؤول على المسؤول، فهمتي؟ راه دابا كيلوحوا الكره لبعضياتهم هنا في كازا. دابا ما كاينش شكون المسؤول، والله ما نعرف حال عمر ما من غدوي. صحيح محمد، وتحيه الرجال السلطه، رجال السلطة، صور جميلة تبارطاجها مواقع التواصل الاجتماعي، رجال الوطني ورجال القوات المساعدة في وسط المياه، وكيفاش كيحيدوا القرقارة وكيفاش عراو على دراعهم. صح، تحية لهم، تحية الإجلال والاحترام والتقدير لكل رجال الأمن ورجال السلطة والقوات المساعدة على مبذلهم من مجهودات باش يدوز الأمور. يلا على بركة الله نمشيو لهذا الفاصل مستمعينا الكرام، وبعده نواصل. يلا إذا مستمعينا الكرام شوفوا شكون اللي غادي يفيق واحد من أهلو وحبابو في هذا الصباح. شكون معانا؟ معانا خالد من مراكش. خالد صباح الخير أخي. صباح الخير سي هشام. سيدي خالد كل شيء بخير؟ الله يبارك سي هشام. وكيف عاملين؟ سي العطاري وسي لامية. الله يكبر بك العزيز. كيدير الجو في مدينة البجة بعدا؟ كاين شي شتاء؟ والحمد لله شويه الشتاء مازال مره تيجي هذا الشتاء. ما نعاودش لك دابا، تبارك الله في كازا كيف ما كنقولوا بالدارجه ديالنا، خيط من السما، خيط من السما تبارك الله. الحمد لله في المجال خير ينفع واعر. الله يعطيها على قد قوادسنا. دابا ولينا كنقولوا الله يعطيك كازا بحال بحال بحال، خاص المهم الخير يكون وشي باس، خاص غالي الماء منين يدوز. اييه واه منين يدوز بعدا كلشي مزيان. سي كنشكروك على البرنامج. لا لا يخطيك يا دبا خالد، شرفتينا وحبابنا مراكش في امان الله وحفظه، حياك الله. الو، شكون بغيتي تفيق اليوم؟ شكون بغيتي تفاجئ؟ بغيت نفيق الوالده، ربما تكون تسنت لكم. هي من الصباح الصباح كتصلي الصباح مسكينه، وقالت لي اذا بدات تسنت لكم، وكنجي في العشيه بدات تعاود ليا لا ميا راه تعيطوا لواحد السعوديه وتيفيقوا الزقان ديال هاد المفاجاه اتينا فيقها. اييه مرحبا مرحبا. شنو الاسم ديال الوالده ديالك؟ فاطمه. ولا لا فاطمه ترى الغزاله فاطمه. التليفون ديال الوالد بيجيبكم الوالد، قول له دوز لنا فاطمه. الوالد شنو الاسم ديال؟ المحجوب. المحجوب بال المحجوب فات الصباح ان شاء الله. الله الا عمل شي حجاب بال المحجوب ولا والو. لا ضروري دار الحجاب وثلاث عمرات الله يتقبل. تقبل الله. إذا نتواصلوا إن شاء الله بالحاجة فاطمة، ولعل وعسى يجاوبنا الحاج المحجوف هذا الصباح. ألو صباح النور سي المحجوب. ألو سي المحجوب صباح النور. الله يبارك فيك. أش أخبارك العزيز؟ الله يسلمك وينجيك. الله ينورك. كيف صباح فيقناك؟ صباحك مبروك الشريف. نعم ألل لا يخطيك. كاين الحاجة فاطمة؟ إيه. فايقة ولا باقي ناعسة؟ فايقة. ودوزنا الحاجة فاطمة الله يعطيك الستر سي محجوب.
انا ما شكون شكون وغيدوزها لينا وغتعرف شكون غيدوزها لينا ايه دوزها لينا الله يرحم الوالدين وبغيت نتعرف بكم هذا حتى والله لا حتى حنا نتعرفوا عليك يا ودي الحاج محجوب انت بخير في امان الله وحفظه الله يبارك فيك الصحه لاباس نسلمك اخويا الوليدات بخير وعلى خير هات دوزها لنا لفاطمه ونقول لك حنا شكون يلا دوز يلا سي محجوب الله يرحم الوالدين دوز لينا الحاجة فاطمة السلام عليكم حاجة فاطمة صباح النور صباح الخير اش اخبارك لاباس عليك الله يطول عمرك صحة كاين شي فطور الحمد لله مرحبا بك نجيو نفطروا معاك واش عرفتينا شكون ولا لا ونجيو من كازا فازكين نجيو من الدار البيضاء ان شاء الله بحول الله يا ودي لاله فاطمة الا قبلتي علينا نجيو نفطروا عندك مرحبا بكم كل خير كاين ان شاء الله نجيبوا في يدنا الشفانجة وشنو او نجيو غا هيدا جوغا هكا كل شيء كاين صلى الله عليه خطيك يا ودي الحاجة فاطمة عليه خطيك شكرا بزاف واش داك كاين شي شتا في مراكش شوية البركة شوية الله وحنا عندنا حنا عندنا في الدار بيضاء الخيرات يا ودي لاله فاطمة الحمد لله ما كان الخير ينفع فيما كان الخير ينفع الحمد لله نصيفط لكم شوية عندنا الخير تبارك الله الله يجعل بركة ياه عرفتي شكون اللي معاك الحاجة فاطمة نعم معك وليداتك من كازا معك دابا انت معنا على المباشر خليها وقيله تعرفنا شكون عرفتي شكون وليداتك عرفتكم شكون لاله فاطمه لاله فاطمه الو تاع الخط تقطع التليفون مع ولده يلا نعاودوا نتصلوا بلاله فاطمه مره ضو مع خالد نعم سيدي وهي عرفتنا غا يلا باش تقولنا شكون ونقطع على الخط حنا غنعاودوا بها اتصال على وعسى تجاوبنا ان شاء الله خليك معنا با خالد خليك دار مع الوالده فهاد الصباح داخو در الرضا فهاد الصباح وبا المحجوب قالنا واحد وي بالفرنساوية هذا رزقه ما بغاه قال لك شكون نعرف شكون بعدا واسي خالد ضروري نعاودوا نذكروا المستمعين الكرام اللي كيسمعوا لينا نعاودوا نذكروا المستمعين ديالنا اللي كيسمعوا لينا من طنجة للقويرة انه يقدر مره يمشي للبث وما تسمعوش لينا بحكم انه امطار الخير كثيره وفي نفس الوقت رياح قويه اللي كتخلي ان الراديو يتقطع عندكم يعني ها انتم كتسمعوني وعليكم السلام ورحمه الله جايين عندك الحاج محجوب دوز لينا الحاجه دوز لينا الحاجه فاطمه وقولوا لي انا ما الحاج محجوب وهذا معك وليداتك معك لمياء ومعك العطاري ومعك هشام من بر ومرحبا ايه يا بر محجوب وايدك بر محجوب دابا معك برنامج قهوه الصباح ومعك اذاعه ميد راديو صباح الخير انا كنتسنتو اتصالات مازال والحمد لله ملي مرحبا لا لا خطيكم يا ودي صحيحه الحمد لله خطي كل شيء بخير ايه يا الحاج الماتريكي القديمه والله ما قلت شكون لا دوينه لا خطيك لا فاطمه مازال حداك هيا وزها لينا عرفت صافي عقتي بينا عرفتينا شكون ياك عرفتكم يا بنتي الليلة انا اللي خطيك ومرحبا لاله فاطمه اش اخبارك لاباس عليك الحمد لله كل شيء بخير على خير مني ايوا شوفي عمرك وخليك صحتك امين عرفنا كل صباح كتسمعي لينا فاحنا حتى حنا بغينا نسمعوا الصوت ديالك اليوم لا كل صباح وتتعجبوني وتدخل لي خاطري الله عليكم ويجازيكم بخير امين يا رب العالمين وفي نظرك شكون اللي بغى يفيقك في هذا الصباح وعطانا الرقم ديالك باش نعيطوا لك الحاجه فاطمه خالد ولف عين هو خالد خالد ولدي اللي داك في المعالب مرحبا يا تنوض بكري تنوضك بالله يديروا باش تنوضوا اليوم ونسمعوا باش يقولوا تعجبونا ويدخلوا لنا لخواطرنا ها هو معك خالد يهضر معك تفضل خالد يلاه الو مولي الو خالد كيصبح حدايا كي داير وليدي لاباس يلاه حنا دوزنا لك لامية والهشام والعطاري دابا قولي لي كاينه الله والمعزه تبات الله يجازيهم بخير وطول عمرهم الله يرضى عليهم الله يعاونهم الله يكبر بك شنو تقول السي خالد لاله فاطمه حاجه الله يطول عمركم امي كنقول لك الله يطول عمركم اسمحوا لي بلاتي غير حيت كتهضروا بجوجكم في نفس الوقت انت لاله فاطمه غنسمعوا الولد ديالك شنو بغى يقول لك تفضل شنو بغيتي تقول لاله فاطمه
امي كنقول لك الله يطول عمرك، راك عزيز عليا بزاف، والله يخليك لينا، والله يمتعنا برضاك. امين يا رب. امين وليدي امين، الله يخلي لك صحتك انت، والله يرضى عليك، والله يغنيك، والله يفرشك ويغطيك، والله يخليك. قولوا ليه ضغم عبا ما عندنا ما يتقال. اقول امين يا ربي يا رب. عزيز عليا بزاف 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 بزاف، انت وخوتك كاملين. الله يحفظهم لك يا رب. يا ربي ويحفظ ويحفظ لكم السي المحجوب، راه واقف على شغله فهمتي، راه داير كونترول. الله يخليه لينا تا هو، الله يخليه لينا، الله يطول عمره تا هو، الله يخلي حاجته ولاده ولاده. امين امين امين. والسي خالد فرحات قول لي انا بغيت انا الحاج محجوب بابا شنو غادي يجيب الفطور للدراري. هبا المحجوب توكل على الله على بركه الله. ايوا شكرا شكرا بزاف خالد، الله يحفظ لك الوالدين. شكرا على الاتصال ديالكم وشكرا بزاف. امين يا سيدي، الله يخلي لكم الصحه. امين. وكيف ما دخلنا لك الخاطر لاله فاطمه، حتى انت دخلتي لنا الخاطر، والله يكبر بك كيف ما كتكبري بينا. والله وليدي ما دخلتوا لي، دخلوا لي الخاطر كامل، الله يجزيكم بخير وطول عمركم. الله يحفظك ويعطيك دائما الصحه والعافيه ويبارك لك سيدي ربي في الوليدات ويعطي الصحه دائما سيدي المحجوب. شوف هذا الصباح، شكرا على الوفاء ديالكم، شكرا با خالد، شكرا لاله فاطمه، وشكرا با المحجوب. امطار الخير مستمعينا الكرام دون توقف هنا بمدينه الدار البيضاء، الساعه كتشيل 8:18 دقيقه وباقي الظلام في شوارع مدينه الدار البيضاء. غيكون في عون الوليدات الصغار اللي ماشيين مدرسه في هذه اللحظه، دابا صعيبه بزاف. انا شخصيا ولادي ما بقاوش يبغيو يمشيو مدرسه، خصوصا في هذا الجو، خصوصا في هذا الساعة. ولدي ما بغاش يفيق دابا. كيبغيوش يفيقوا، ماشي كتحس كترتكب جريمة في حقه أنت كتفيقوا في هذه الأجواء باش يمشي المدرسة، إذا مشى المدرسة يمكن الساعة الأولانية غير ينعس غير يكمل فيها، اللهم كان خليته ناعس في دارو بعدك. على العموم وقيس على الأبناء ديالي، الأبناء ديالكم مستمعينا الكرام، لا أعتقد شي واحد ما عندوش هذه المعاناة مع الأبناء ديالو في هذا الجو البارد وما كينظ. ملي زيدنا ساعة ومني كتكون الشتوى خص إعادة النظر، ولو أخذنا يبداو يمشوا مدرسة مع تسع، هذا واحد موضوع واحد آخر مستمعينا الكرام. على العموم أمطار الخير تتساقط هنا وهناك، أكيد في المدن ديالكم أمطار تتساقط كذلك مستمعينا الكرام. يكون عندنا موضوع عنده علاقة بتساقطات الأمطار وما سبب من عوامل التعرية على مستوى ماشي الغابات ونجيرة في التربة، لا هذه المرة على مستوى البنيات التحتية، نهضروا عليها بعد قليل بعد ما نمشيو الأخبار. إذا كان الفلاح ملي كتصب الشتا كيقول لك شوف الفلاح كي معوج الطاقية، أها شوف المسؤول كي مرون القضية، أها كون واحد كل شيء على أها، إذا ما قلتيش أها اللي تسمى صافي الدقتم الدقتم. يلا قولوا لنا مستمعينا الكرام، وقبل من ذلك نمشيو نشوفوا أخبار الرياضة مع محمد العطاري. أخبار الرياضة مستمعينا الكرام، في الجزء الأول خصصناها لدوري أبطال إفريقيا، أما الجزء الثاني سنخصصه لأخبار الممثلين ديالنا في كأس الكاف والبداية بفريق الطاس الاتحاد البيضاوي لكرة القدم اللي تمكن من تحقيق التأهل إلى الدور المقبل من مسابقة كأس الكاف بعد ما تعادل بنتيجة هدف لمثله أمام أجوبي البينيني برسم إيابة الدور التمهيدي الثاني من المسابقة. الاتحاد البيضاوي كان حقق انتصار عريض على الفريق البينيني في مباراة الذهاب اللي تلعبات في دونور في كازا، وسالت بربعة لزيرو لصالح أبناء الحي المحمدي، وبذلك يكون الطاس حجز مكان في الدور المقبل من مسابقة كأس الكاف في انتظار باقي المواجهات. نذكر أن الطاس يشارك في مسابقة كأس الكاف إلى جانب النهضة البركانية بعد ما توج بلقب كأس العرش في النسخة الماضية على حساب حسنية أكادير. كذلك ممثلنا في كأس الكاف النهضة البركانية البارح حسم التأهل ديالو إلى الدور قبل المجموعات من مسابقة كأس الكاف بعد ما ربح البارح في العشية بجوج طبعا الزيرو على حساب ضيفه تزينة الموريتاني. طبعا فريق النهضة البركانية اللي كيواصل يعني مسلسل التمثيل ديالو المتميز في كأس الكاف، وحسم نهضة بركان بهذا الفوز تأهلوا إلى دور قبل المجموعات من مسابقة كأس الكاف بعد ما سالت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي. إذن بالتوفيق للوداد البيضاوي في دوري أبطال
افريقيا اللي حسمها البارح في دونور امام استاد مالي، طبعا بثلاثية رائعة نظيفة وكانت تقدر تكون سداسية. قافلة الحال طبعا اقصاء الرجاء، الرجاء اللي طبعا دار لي عليه، ولكن من الاخر اللي قصى الرجاء هما المسؤولين. طبعا ضربوا الدورة غلقوا المسؤولين، كون كانوا القواد كيدوزوا الماء كنا غنتبوردوا عليهم. وصلنا شحال من مرة يعني البوطو برغم الامطار وهز الكرة ودفع واو يعني كنا غندردكوا عليهم ديال بصح. سافت طوغيطة السنغالي كيف ما قال المدرب ديالهم من انه ما عندناش تجربة بحال هاد المباريات، ولكن قالوا المسؤولين انه نهار تصب الشتاء ولا قطرة ديال الماء غتبقى في التيران. كلامهم كان صحيح، راه ما كانتش غا قطرة، كانت بركة مائية. والحمد لله انه البارح صبات الشتاء في الوقيته ديال الماتش ديال الوداد واستاد مالي، ولكن في 10 دقائق الاخرى كان مول مليح باعو راح وتاهل ودابا راه مشى الدور موالي السرح. صح، مشى الدور موالي. اذا هنيئا وليدات الحي المحمدي، هنيئا الاتحاد البيضاوي، هنيئا فريق النهضة البركانية، هنيئا الوداد البيضاوي، وبالتوفيق للرجاء البيضاوي. وهذا غير ربطنا مباشرة موضوعنا اليوم اللي عنده علاقة بالبنية التحتية. نقول عن مدينة البيضاء، دار البيضاء طبعا قلب المغرب، المدينة الاقتصادية، المدينة الذكية. ولكن اش اخبار مدينه ذكيه؟ معدل الذكاء كان فيها من بعد تساقط المطريات، انه الدار البيضاء الذكيه لم تتعامل بذكاء مع هذه الانقاض فزقات التحتيه. كنقولوا التحتيه باش كتكون طويله بزاف وكان الماء التحتيه والدفينه. اخي محمد التحتيه والدفينه فزقات التحتيه، اين انتم يا مسؤولين؟ دويو معنا قولوا لنا شنو كاين دابا، وليتوا كتلوحوا الكره مع بعضياتكم. راه عيب وعار ما يقع في مدينه الدار البيضاء، مدينه كبيره، مدينه اقتصاديه، العام اللي جا كيكونوا الاصلاحات. وكيف ما قال هشام اضم صوتي لصوتي واعره انه ماشي مشكل هادشي كيوقع في اكبر الدول، ولكن نهار كيصلحوا شي حاجه كيجمعوا طويل ما كيوليو مشاكل واحده اخرى كتبان مشكل اخر. حنا العام اللي جا قنطره طاحت بنيناها اليوم عامين عاود فيها المشكل، وطرق كل حفار كل كذا، جات الشتا هبطت جرت الزفت جرت التعريه هبطت الارض طاحت الارض، صلحنا عامين عاوكين نفس المشكل. شوف الفلاح كيما عوج الطاقيه، شوف المسؤول كيما روان القضيه، والخبار تقولها ليك البنيه التحتيه. يلا على بركه راليا شي اتصال بالزربه ادوي ليا على القضيه. القضيه وما فيها تفرشات البنيه التحتية. تصلوا بيا قطع ليه الميكرو. عافاك صاحبي على الأرقام التالية. قالوا كازابلانكا مدينة ذكية. قربينا عرض البنية التحتية. أيا لم يعطينا الأرقام التالية. اللي هي أيا لم يا في العمارية. شو شي واحد زعما قادي وحده زعما وحده. شوف هذه فكرتني بواحد السيد كان كيهضر معايا لا زوج واحد الصديق صب الشتا ما تصب الشتا هذه سيدي معروف بخير فهمتي سيدي معروف حيت جات هي فهمتي هذاك الشيء ديال مع ديك الهبطه ما كاينش القواد مسرحه من عند واحد الصديق ديالي زيد على زيد كيهضر معايا في واحد الموضوع، لان كاين واحد الصديق وواحد الصديقه اخرى كانوا معانا ومشاو هما تمشاو بجوج بهم كانوا غيمشيو يقاليزي واحد الورقه هذاك الصديق والصديقه كانوا ماشي، وهذاك الصديق اخر بقى يهضر معايا قال لي خي هشام دابا هادو ما بجوج بهم وراه ما يمكنش العطاري والله زيد كنشوف هادشي واش دايز ولا ما دايز لشي هشام صوتك دايز كون دايز ما كداش نقولوا هشام ابو زر ولا وحده ماشي مشكل سير جا هو قال وبقى كيهضر كيقول لي شو دابا اخي هشام موالفين هادو ملاء من بعضياتهم علاش ما يتزوجوش يا علاش ما يتزوجوش والله الا يناسبوا بعضياتهم زعما علاش هو دابا عاد يتزوج بواحد اخرى وهي تزوج فيها مزيانين هادو ما بجوج بهم مزيان انا نعرفهم قديم هما كانوا دابا هما مزيان انا ما عرفتش على شي اخي هشام نخصي شي كات كات فحال هادي عرفتي من كان ماشي ماشي ودار واش حق نخصي شي كات كات فحال طبعا مستمعينا الكرام الله يخطيكم علينا هذا هو موضوعنا غير قبل ذلك يعني الخوت لا
سلمية في العمارية اها وراها لابسة اللبسة الفاسية اها وراها غتمشي تطفر في الـ في الطيارة الجوية الطيارة الجوية اها وراها غتمشي الدول الأوروبية اها وراها غتهلا في راسها وفي الزوج البتاع البتاع قول لي عيشة مع فك الزوج وانت يضعرف لك زوجك هذاك وحنا غدا بعدنا كنت في العمارية كنا معاك من يدخلتي في صافي هذيك الساعة القطاع الخاص القطاع ديالك غدا بعدنا واحد التحية اها مزيونة لمن دابا راه كتسمع لينا وغنفاجئوها وعندنا ليها ميساج لا ما كانتش كنيتها كتسالي بإيه بلا ما تدير لها تحية لا لا كتسالي بهذيك بالفارسية هي بالفرسي هي بالفرسية لا بالفارسي ولكن يتم انا نقولوا دابا مثلا حنايا دابا مثلا عمتي مثلا شبتيت نقولوا شبتيتيه فهمتي نقول لك اولا العطاريه العطاريه هذا ميساج دابا هي كتسمع لينا دابا رفقه الاخ والصديق والاب الانيق رضا بالفارسي الامر كيتعلق بالكتكوته ملاك ملاك صباح الخير ملاك شفتي مريضة صحيح بونجور ملاك زيد ملاك كنعرفوك تجيب 10 على 10 دائما هاد المره جبتي 8 ولا 9 تقلقشي ماشي مشكل تينا مشتهده تينا عارفه بانك ان شاء الله بحول الله مني غادي تكبر غادي تكون داكشي اللي بغاه ماماك وداكشي اللي بغاه باباك ماشي مشكل حتى انا كانت 8 مزيانه وما تقلقشي وتسعود ما تقلقشي وانت راكي مجتهده وما تعصبشي وراك مجتهده وباباك وماماك فرحانين بيك وبزاف وحنا بدورنا فرحانين بزاف وان شاء الله دابا في عمرك 7 سنين ان شاء الله غنغمدوا عينينا وحنا غادي نكبروا ان شاء الله ونقول سي هشام يقول يا اخ على الطاري فينك نمشيو عند الدكتوره غنمشيو عند الدكتوره ملاك 8:35 دقيقه مستمعينا الكرام دابا دخلوا الباج ديالنا ميد راديو اوفيسيال في الفيسبوك وجدوا التليفونات ديالكم ركبوا ارقامنا الهاتفيه باش تشاركوا معنا موضوعنا اليوم الحمد لله والشكر لله أولا وأخيرا على أمطار الخير والله يعطينا أمطار الخير على قد نفع وكيف ما كيقولوا المغاربة كاملين الله يعطيها لنا على قد قوادسنا صحيح ونديروا الماء منين يدوز صحيح ملي كنقولوا الماء منين يدوز والقوادس يكونوا مزيانين يعني بانوا البنية التحتية ديالنا مزيانة أنا ربما أنه العكار فوق شي حاجة أخرى صعيبة علينا ما نتقبلوها شي حنا يا راه دابا في 2021 مستمعينا الكرام حاجه اللي نعملوها متقونه صح بزاف ديال الحاجات كدار بلادنا تعزيز البنيه التحتيه على مستوى الطرق على مستوى العمران على مستوى البنايات وعلى مستوى الملاعب وعلى مستوى المعامل وعلى المهم تعزيز البنيه التحتيه مساله مستوى الاناره امور واحده اخرى ولكن ملي كتصب عندنا شويه الشتاء صحيح أمطار الخير ننتظرها ربما أكثر من ينتظرها هو الفلاح لأن فيها كيعوج الطاقية يعني كيعوج الطاقية لاحظتوا الصورة بأنه شوف الفلاح كي معوج الطاقية هذاك هو دليل أنه نشر. ما تكرعوا اللي تسمى ما تكرعوا ما تكرعوا أخي محمد وعام الطاقية جلابية أنا فوق فيكيك لأنه الشتاء الحمد لله ولكن المسؤول كيكون شوية شويه كاين الظل شويه كاين ما يخلينا نقولوا بانه امطار الخير بلادنا عرات وبينت الهشاشه ديال البنيه التحتيه فانتم مستمعين الكرام نقلوا لنا شنو شفتوا من مشاكل البنيه التحتيه في المدن ديالكم او في المناطق اللي كتنتميو ليها نقلوها لنا بالاعيون ديالكم لان نقلنا لكم حنايا داكشي اللي شفناه في الدار البيضاء في الصباح نقلت لكم داكشي اللي في المحمديه كارثي في المحمديه واحد الحديث ديالي مع واحد المسؤول معين عنده واحد المسؤوليه هو صديق ديالي قلت له زعما دابا ما كنفهمش انا دابا هذا الشارع هذا ما تزفتش لكثر من 15 سنه كيقول لك لانه ماذا هو كاين في المخطط الاصلاح ديال هذا الشارع بزاف ديال الامور كتكون خصو بالتالي ما كنقولوا ما غنزفتوش دابا ما غنزفتوش الشارع ونقدوه حتى نقدو مستوى المجاري ومستوى كذا وفوقاش ولا 15 سنة بزاف لا واش الشوارع حنا كاين شي شوارع اخي محمد زفتو شي هذه 15 سنة وبزاف ومني كيطيح الشتاء حنا هضرنا على انه غاليوما في المحمدية في الصباح مثلا الطريق المصباحيات مقطوعة الطريق اللي غطلعك لشارع المقاومة من عبر الروضة المعروفة في المحمدية كاين تماك بارير واعتقد ماشي المسؤولين عملوا باش يكونوا غا داك الشوافر الكاميونات اللي كاينين تماك اللي كيوقفوا قدام الروضة لانه مقطوعة
في الدخله ديال المحمديه في ديك القنطره الجديده اللي عملوها هذيك الدخله من تما عاود كاين الطرق تما مقطوعه، بمعنى انه اللي غادي يدخل المحمديه ماشي من وتروت، ماشي من وتروت غيدخل دابا لانه وسط المحمديه باش يهبط عبر شارع السبته ويدخل المدينه، غيجبر يدخل، ولكن الا دخل من جهه اخرى من غرب المحمديه كيف ما كنقولوا غيجبر مشاكل كبيره باش يوصل لدارو. هذه مقطوعه دوز من هنايا، دوز من هنا، هذه مقطوعه دوز من هنا. واحد الشجره انا نقول لك 12 دليل طاحت في شارع السبته في الاخر قبل من رون بوان دو توروت، تماك الشجره الا ما شافهاش ممكن تسبب حوادث السير، ما عرفتش واش هزوها ولا ما هزوها، اعتقد بان يكونوا هزوها لانه مع الثمانيه حبسات حركيه. اذا امطار الخير مستمعينا الكرام كشفت عوره المسؤولين عن تدبير امورها وعرات الوجه طبعا ديال البنيه التحتيه في مدننا وخاصه مدينه الدار البيضاء وحيده الماكياج على الوجوه. هادشي اللي غيجرنا بيان سور مستمعينا تكلموا على هذا الموضوع اليوم بعد ما تكلمنا البارح على التيران كيفاش كانت حالته في الماتش مع الرجاء بفريق طبعا طونغيتا السنغالي. طونغيتا السنغالي غادي نتكلموا على يا مطار الخير في بلادنا اللي كنعيشوا هاد الايام الاخيره، نقلوا لنا شنو شفتوا من مشاكل البنيه التحتيه في المدن ديالكم. غسي عبد الرحيم شاكيبي صديق ديالنا في محمدي قال لي هزوها خايش داك الشجره زعماك هزوها دوينا على دوينا على بكري هضرنا بكري والله دوينا على بكري منين خرج انا في الخمسه قال قسمين كانت باقى عبد الرحيم الى كل الاسره الكريمه. ناخذ اول اتصال معنا، من المتصل؟ زكريا. زكريا انقسم الراديو اخي باش نسمعوك مزيان الحبيب. مرحبا بك، مرحبا بناس كازا. السلام عليكم سيدي زكريا، حياك الله، مرحبا بك. صباح الخير. اليوم الدار البيضاء من مدينه البحر. مدينه مدينه تشيسكي. ناس فينيسيا. الناس فينيسيا دابا راه واقفين دابا حدا ولي ديال الامن دابا. ايه راه خاصنا غير الشومبرير دابا صافي. نعم نمشيو نجيو نعاونوك في شومبرير اخي زكريا. ما عندك ما تعاون اخويا، ريح لي انت الديار في المحمديه. زكريا قول لي هشام افاش دويت على الشجره الشجره وتحيدات؟ بانوا لي اللي ميترناجور اللي بانوا لي ما بقاوش بانوا لي بوليس. اييه واش قول لي. نعم خويا. شنو كاين الحاله دابا بالضبط اخي زكريا؟ لا الحاله الكارثيه نكذب عليك دابا. انا شوف اسمع اسمع وسط الماء وسط الماء غادي وسط الماء. نعم فهمتيني الله يحفظ السلامة وصافي. سيرتو هنا كنقول لك فين كانت الكوميسارية القديمة. نعم. وسميتو ما محبوسة الدنيا محبوسة محبوسة. والحي ديالكم فين كان الحي ديالكم؟ الحي يوريك الحي ديالنا والبارح. شنو هو الحي ديالكم بعدا؟ شارع القدس حي شريفة. حي شريفة. شارع القدس إلا بانوا لنا غير طوموبيلات شاعلين ضو حليين في الماء ما غاديينش. ما قدروش يتحركوا. واقفين ما قدروا ماشي تحركوا تسكتوا لهم الطوموبيلات ووقفوا. نعم وكاين اصلاحات كدار قبل اخي في زكريا مثلا. شوف الله يحسن العوان. انا نقول لك كما قال السي العثماني. نعم. حل الروبيني اش يدوز؟ نعم كيدوز الماء. نعم. والماء الا فقتيه في لافابو ومجهد. نعم. راه باش يدوز غير لاشاص لتحت راه مشكله. عنده ما يخرج الطوموبيل. واعر واعر بحال دابا غير انتم دابا شطرا لكم قبيله. نعم. البنيه التحتيه وكاينه البنيه اللاسلكيه قبيله عرف لينا ما بقينا كنتصنتوا لكم والو. ما تحلى صحيح صحيح. فهمتيني لان هذا الشيء الله يحسن العوان فهمتيني. عطات لك كل شيء دابا غرقات كل شيء. نعم حنا قلنا اخي زكريا قلنا بان هذه الامطار الله سبحانه وتعالى شي كيوقع في دول متقدمه حنا عارفين بانه غا في 2019 مثلا فيضانات كبيره كانت مدينه نيويورك وما ادراك ما نيويورك بسبب التساقطات المطريه. حنا كنقولوا بعض المرات كنلاحظوا غير كيكون واحد الشارع معين طاحت الشتا غرق مشى الزفت قدوه وصلحوه من بعد عاود واحد العامين وتصب الشا يولي نفس المشكل بزاف. هنا هضر مع العام دابا البوليس انت كنعرفش كيفاش زين دابا واقفين في الرومبوا والله الا الله يكون في حسن عوان والله الا مطلعين سرولهم وغاديين والله الا شفناهم والله كون كان دابا كندوي معاكم كون كان فيني صيفط لكم هذا الشيء والله تقول لي نيويورك يدير بصح. نعم صحيح والله عرفتي دابا وحاطين دوك التليفونات ديال اللاسلكي ديالهم. نعم. خاصينو تحتاكيطو خاصين ودنيهم باش يتصنتو والله يحسن العوان بالله الله يكون في العون شفناهم والله شابو ليهم وتحيه كاع الرجال الامن ونساء الامن الوطني. شكرا بزاف زكريا. نرجعوا لكم موتور ديال المستمعين انيس كتب لينا غادي نقوسوا على الشتا وحنا العار ما جاتنا ما قوسناش على الشتا خويا حنا بالعكس نقولوا الحمد لله. ما قلنا الحمد لله على نعمه الامطار ومشينا سبقنا الحمد لله اولا واخيرا. حكيم في زكوره لا وجود للشتا ولا البنيه التحتيه الله يهدي المسؤولين. يوسف الزاوي غياب المحاسبه اللي خلانا نشوفوا هاد الكوارث. اشرف انا نط الصباح لقيت الطريق والو. فاتي فائز حقيقه نتاسف على كل عائلات اللي تضرات والمتاجر الله يهدي ما خلق.
محمد الهواري صباح الخير ثلاثي الفرح مبروك امطار الخير راكم منورين. انس وليد مفضحه المدينه وتفضحات الحكومه. أمي هاب فاتي كتبت لنا الله يعطيها على قد نفع هادشي اللي كنتمنوا على قد قواد سنا. صحيح سعدية دريسي ايوا بالضبط قالت بالنسبة للرباط وصل الحمد لله وقعت مرة واحدة وما تعاودتش بمعنى أنه الشغل مغيز تعمل الله يشوف نحل جوهرة الدار البيضاء. اللي زينة راه كنقولوها زينة الرباط ما وقع والو. سارة الإدريسي قالت لك جوهرة سيدي مومن واقفين في الطريق واقفين في الطريق ما يوسف عبد اللطيف لاري كتبنا طنجة غرقات جرقات ما عرفنيش بالضبط فين. يوسف الزاوي قال غياب المحاسبه اللي خلانا نشوفوا بحال هاد الكوارث ديال البنيه التحتيه. صحيح ام اميره كتبت لنا تحيه كبيره لرجال الشرطه وخزرين زاح حسبنا الله ونعم الوكيل في كل مسؤول على ما يقع وكل من يضيع ميزانيات الاصلاح. والاشقار نور الهدى قالت بالنسبه لليساسفه راه الدنيا غارقه بالنسبه لعمر سيد بابا قال لك عادل امام متعوده. زهيره بهني قالت المحمديه منسيه. زهيره بهلوان قالت الحي الحسني محبوسه دابا فاطمة لا جيروند قالت لك مراكش والو واش غتوصل باذن الله لا جيروند ياك صابر لا جيروند دابا حتى هي محبوسه. سلام لك العيب مره العيب هو يكون الا كان العيب غير مره ماشي مشكل ولكن يكون نفس العيب كل عام هذا هو المشكل وهذا المشكل شنو سببه المسؤولين. ابراهيم جاهد كتب لنا خاص المحاسبه المختار صابر 2 مارس محبوسه ولات لا بيسين يعني 2 مارس محبوسه يعني حدانا حنا دابا يعني وقيلا غنبقاو في الراديو اليوم ان شاء الله. فاطمه صباح الخير وتيسير رزق الكثير راه الدار البيضاء مدينه كبيره الله يكون في عوان الكل. ميسور الحسن قال لك حتى ميسور موقع والو فالله يحد الباس وصافي. ومنصور كتب لنا صباح الخير تحيه لجميع السلطات وفخر الدين موسى سلا غرقات سلا سوسن بالفايده كتقول انه شارع مولاي اسماعيل في كازا دابا يعني محبوس. ناخذ اتصال اخر. محمد من العرائش محمد صباح النور. ناس العرائش خاي محمد خايك خاي هشام تبارك الله عليك وكيفتينا الحبيب. لا بس الله يبارك فيك يا اخي هشام تفر الراديو حداك باش نسمعوك مزيان الله يعطيك الستر. انا اختي لمياء لا بس الله خير كلشي مضخم ناس العرايش في العرايش في المدينه اخي محمد. لا انا يا فريصانه الجنوبيه خارج العرايش 21 كيلومتر. اي مرحبا بناس فريصانه الحبيب مرحبا بك قال خي هشام لا بس الله يرحم بابا كلشي مضخم ولد بلادنا والشمال ديالنا والشاون مرحبا بك الله يرحم بابا وكيمك مرحبا بك يا اخي محمد. كيفاش محمد العطاري لا بس العزيز الحمد لله فرحانين بامطار عزيز اخويا والله الا عندنا عزيز هذه 3 سنين ولا 4 سنين وانا نتصل بكم والله ما شد ليا الخط حتى اليوم. كيف دايره لمياء؟ الحمد لله لي خطك مرحبا بك معنا. كيف دايره الوالده والواليد؟ والحمد لله قلنا كي دايره العرايش والعرايش الحمد لله العرايش ناشطه والخيرات ديال الشتاء وريصانه كلشي مزيان الحمد لله غير حنا في البلادي. ها القضيه غارقه ولا الحمد لله الامور لا مزيان القضيه عندنا في العرايش غير حنا في الباديه اللي مضرورين شويه. نعم بحالاش الضرر اخي حنايا الفلاح دابا حاصر علينا الاسواق دابا حنا ما عندنا لا وباء لا والو وعندنا الفلاحه والزرع مزيان وكل شيء مزيان دابا حاصر لينا ما نبيعوا لا كسيبه ولا زرع ولا حتى حاجه والسواق قاطعنهم لينا دابا شهر وزياده ما كنجبروا باش نمشيو لا القري لا والو. نعم رغم انه فريصانه ما كاينش زعما ما كاينش الكورونا زعما لا ما كاينش كورونا لا فريصانه لا في الكرافت لا في بني عروس لا حتى في شي بلاصه وي فتحوا السوق وبالتباعد وبالنظام قالوا اخي محمد حنا حابسين علينا السوق دابا كيجيو عندنا الخضره غير الدوار ما نبيعوا لا كسيبه باش نشريوا لا نقري ولا دجاج ولا بيض ولا زرع ولا حتى شي حاجه. وحنا دعوه للمسؤولين على اقليم العرايش على انهم يشوفوا من حال منطقه ريصانه اللي بعيده على العرايش بواحد 20 كيلومتر. حنا عارفين بانه الاجراءات التعامل مع فيروس كورونا بقى الشهاد حسب المعطيات لكل اقليم ولكل منطقه ولكل جهه يكون السلطات المحليه عندهم القرار باش ياخذوا اتجاه شنو ممكن انه يتعمل فما كانش تفاهم هذيك فتحوا للناس يبيعوا ويشريوا خلي الماء منين يدوز خلي الماء منين يدوز خلي البيع منين يدوز. الرساله ديالك واضحه سيدي محمد شكرا ان شاء الله توصل المسؤولين في مدينه العرايش. شكرا سعد المرزاق يقول انه دابا الترامواي واقف فين بالضبط ما عرفناش. المهم سعد ما قلتيش لنا واش واقف في سيدي مومن
واش واقف في عين دياب، واش واقف في شارع الحسن الاول او الثاني. فحدد حدد معنا الترامواي فين واقف. ناخذ اتصال اخر من مدينه الدار البيضاء. ياك صابر؟ نعم، معنا خديجه من الدار البيضاء. خديجه صباح الخير. صباح النور خويا هشام. لا مرحبا بك. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ حميدين الشاكرين، نهاركم مبروك انت واختي لميا وخويا العطاري. صباح النور لالا. شكرا. ياك لاباس عليكم؟ حميدين الشاكرين الحمد لله. بغيت نهضر معكم قبيله، بغيت نفيق الوالد ديالي ولكن ما كتبش. ان شاء الله مره اخرى. مره اخرى ان شاء الله. مره اخرى مرحبا. ان شاء الله. اين بلاصه فين بالضبط لالا خديجه؟ انا في بوسكوره ماشي في كازا بالضبط. بوسكوره. دابا انا مابقى ليا ما نهضر ملي كتهضروا على كازا اللي هي مدينه كبيره وهادو كتقولوا هادشي، حنا اش غنقولوا في بوسكوره؟ نيغارقه. اش غنقول لكم؟ ما كايناش البنيه التحتيه، ما كاينش الشوانط، ما كاينش الزفت، كاين طريق وحده اللي من قدام لاكار هي اللي كاينه دقيقه، كيتم غادي طوموبيل بطوموبيل. البارح غرقات شي زنقه، خرجوا تشيوات كيخويو في الشارع الكبير اللي حدا لاكار. الحفاري الدنيا غارقه، زعما الطوموبيلات كلاو العصا. ليله الله محمد رسول الله. محمد رسول الله. الله 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 يعطيها لينا على قد نفع، الله يعطيها لينا على قد قوتنا. وبقى لينا غد دعاء. هاد المسؤول هذا واش ما كيدوش من هاد الطريق؟ المسؤول هذا واش ما كيوقع له والو الطوموبيله ديالو؟ انا ساكنه في بوسكوره وكنقري ولادي في ولاد صالح، والله العظيم عندي ربع ساعه حتى ثلث ساعه باش نوصلهم ونعاود نرجع، خاصني ربع ولا ثلث ساعه واحده اخرى الطريق مزاحمه، وزيد دابا مع الشتا ومع الدنيا غارقه وهذا. ولا بغيت نمشي لكازا خاصني نمشي، الا بغيت الا نطول في الطريق خاصني نمشي حتى نفوت لاكار وندور باش نمشي الطريق الرئيسيه. ولا دزت من واحد الطريق هنا قريبه راه يرتلها حفاري ما مزفتاش ما فهمتش، والله ما فهمت. انا يلا ساكنه هنا شي 5 شهور دابا ولا 6 شهور تصدمت، والله العظيم الا تصدمت. ايوا نتمنوا انه تكون البنيه التحتيه نهائيا. ما عرفتش المصاريف ديال الجامعه فين كتمشي، واش ما كيتحاسبوش، واش الجامعه حادقه غير في الرخصه كتعطيها للكارديانات واقفين كيجريسيو فينا اري 2 دراهم اري 3 دراهم اري 5 دراهم وشي حاجه ما شناها. نعم للاسف. لا فيني ترا كنخلصوها، الضرائب كنخلصوهم، كلشي كنخلصوهم، حتى شي حاجه ما كاينه. والمال العام هذا، هذا المال العام. لا صراحه حنا كناكلوا فيها وصافي. نعم شكرا لك لاله خديجه، تحيه لك وتحنا ديال بوسكوره. شكرا مبروك، ورانا من الناس اللي كنتفرج فيكم يوميا وتبارك الله عليكم ومزيد من التالق ان شاء الله، والله يحفظكم وشكرا بزاف. شكرا لك، تحيه لك. شكرا خديجه بوعزاوي. حسني قال صعوبه تنقل طريق السير المحمديه البرنوسي والمدخل عن طريق مطار تيت الليل الى البرنوسي مقطوع. لم تفضلي مزيان عاودها باش الناس اللي كانوا غادي لهذ الطريق. صعوبه تنقل طريق السير المحمديه البرنوسي والمدخل عن طريق مطار تيت الليل الى البرنوسي مقطوع. فسعاد كتبت لنا حسن عوال، البوليس اللي خلاته كورونا كتكملوا ليهم الشتاء، وحق الله العظيم مساكن مقهورين معنا من بدات كورونا، ودابا عاوتاني الشتاء وتكفيت. كنطلبوا منهم السماحه ولا يسامح لاي مسؤول يعني ما دارش خدمته وتحمل المسؤوليه ديال المواطنين. راه ماشي سهل انك تحمل المسؤوليه. لا عمر، عمر كتب لك قال لك خويا العطاري، الشعب هو المسؤول، هو يختار المرشح ديالو. الله يعطيك الصحه. نحن من في هذا الاطار دابا حنا ما كنتحنا دابا التسيير هنايا التسيير الجماعي ضد الدار البيضاء، عارفين الحزب اللي مسير، عارفين شنو كاين. فواحد النقاش زعما المسؤوليه كيخرجوا بعض الناس اللي يدافعوا اللي يقول لك لا ودي هذا الشيء هذا كان ما شفتو غا الحزب ديالنا ما شفتوش هذه 10 سنين 10 سنين شنو كان؟ كيفاش 10 سنين شنو كان؟ وعلاش جيتي انت؟ وانت في 10 سنين وانت مسير. لا ولكن علاش جيتي؟ 10 سنين دابا الولايه الاولانيه والولايه الثانيه وانت مسير الشعب العام في مدينه الدار. نمشيو في هذيك ديالو. دابا قد السقان هذوك اللي كانوا قبال وكذا، وانت فين تحمل المسؤوليه ديالك؟ فين البرنامج الانتخابي اللي كان عندك؟ فين؟ اقول قولي هذا واستغفر الله، هذا موضوع واحد اخر. سلمى كتبت لنا حي محمديه الصباح غرق بالمدخل حتى للديور. لا وي صح. المدخل حتى للديور. نمشيو في هذه الهيئه ديالهم، ولكن ما مضى فات، جيتي في هذا الوقت؟ علاش جيتي؟ اشنو جيتي باش تدفى وتهلا في راسك وتسال عليك؟ ولكن المسؤوليه ان بما ان الناس صوتوا عليك وعطاوك صوتهم الا باش تخدمهم، والخدمه فيها وفيها احنا عارفين ليها. كاين واحد ميساج ديال الادريسي قالت لك بغينا بوليسي في رومبوان جوهره عين الصباح، حنا راه واقفين. هذا ميساج. هذا ميساج. بغينا بوليسي في رومبوان ديال جوهره عين الصباح، حنا راه واقفين من قبيله قالت لنا واقفين، هما باقي واقفين في هذا الرومبوان. أناس كتبنا اختي كون نشوفوا العصا اللي واكلينها، عمال نظافه ما كيخلصوناش حتى الخلاص، واش 14000 جاتهم غاليه كيشدوها لمده 3 شهور، دابا الله يخذ فيهم الحق. الحوات كتبنا تحيه للبوليس وتحيه للخراز.
بدر الدين كتب لينا الامس بالعيون عواصف رمليه ما شاء الله. انا ولد كازا يعني كبرت في كازا ساكن في كازا. كازا تستحق الافضل. كازا مدينه كبيره مدينه اقتصاديه يعني كاع المغاربه من طنجه للقويره ما كاينش اللي ما عندوش العائله في كازا شي واحد خدام في كازا ولا كيسترزق من كازا. حشومه تكون ثاني لابوب بحال مدينه الدار البيضاء تعيش هذه الحاله هذه. لا عطاري شنو كنتو كتقولوا قبيله الفلاح هو الطاقيه. شوف الفلاح كي معوج الطاقيه اها شوف المسؤول كي مروان القضيه اها 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 شوف كيفاش تفضحات البنيه التحتيه ونبيل زاد لينا بوطيب عاصمه اقتصاديه والحاله مزريه. الحاله مزريه ولكن كل شيء على الحاج الرجاوي اللي قال لك حلوا لنا الحمامات راه البرد. ديما رابحين مع تأمين الوفاء رابحين بفضل الإخلاص. ردقتم باناتشي فهمتي ردقتم با المغاربة قول المغاربة عندهم سهل عليها الله هي تزوجات ياه وسهل عليها الله هو مشى لفرنسا. سهل عليها الله مشى لفرنسا هذه زعما شوف إلا سمعت سهل عليها الله علاش ورغا مليوح زعما علاش سهل عليها الله تقدر في خدمة سهل عليها الله في الصحة سهل عليها الله في السعادة سهل عليها الله القضية تزوج مسكين الضقتم والله نجاح مسكين الضقتم الضقتم ها الراية فرفرات في القرقرات الضقتم الكبيدة الضقتم. شو هذاك الضقتم باناتشي فهمتي ردقتم با المغاربة قول المغاربة عندهم سهل عليها الله هي تزوجات ياه وسهل عليها الله هو مشى لفرنسا. سهل عليها الله مشى لفرنسا هذه زعما شوف إلا سمعت سهل عليها الله علاش ورغا مليوح زعما علاش سهل عليها الله انتخابات قربت هيا جاية وانا ريع على العاصمة الاقتصادية شوف منين خرجوا نكتبوها ندخلوا اللحنوها شفنا شي استوديو صابر كاين شي استوديو اللي خدوها باش فيما تصب الشنطة القوها فهمتي. محمد من كازا صباح النور محمد. محمد صباح النور لاله مياء وصباح النور جميع الاخوان. مرحبا اخويا حدد البلاصه ديالك بالضبط انت فين في كازا. مدينه الرحمه بالدار البيضاء. فرحنا بك الدار البيضاء قضيه مقطوعه القضيه خارقه الرحمه وغنزيد ان الناس في مدينه الدار البيضاء غير تيبنيو وما كيوجدوا والو. نعم البني كاين ولكن ماشي ما نوجدوا والو تعني راه لوتوريزاسيون بني هنا ولكن فين هي البنيه التحتيه واش هذه الطريق اللي دابا حنا اكثر من ساعه وحنا مبلوكين في الرحمه. لا فهمنا كلامك انه كتعطر رخصه يعني بني ولكن قبل البناء اش اخبار البنيه التحتيه قبل ما تبني اش اخبار الفضاءات اش اخبار بزاف ديال الحوايج المتنفس ماشي غير جيو بني وعطي الرخصه حتى فين يا واغادي فين ولكن اخويا محمد حنا اللي كتحمل المسؤوليه ما شوف حتى حنا عندنا جزء كبير في هذا الشيء اللي كيوقع في اي بلاصه. يا اخي خاص الرجل المناسب. انا ما بتفقش معك 100% علاش عزيز كنحملوا جزء 50% والدوله كتحمل واحد 50% النصيب الثاني علاش ما كتكونش المحاسبه صحيح كيكون حزب كيسير من بعد نهايه ديال الولايه ديالو ما كيحاسبو حتى واحد ما كنحاسبو والو. مثلا نعطيك مثال مثلا في ساركوزي سالت الولايه ديالو راه كيتحاسب صحيح نعم حنا علاش كيمشي ما كيعاودش يتحاسب صح لا المشكل الا جمع شي حاجه ودارها في الشكاره ديالو وزاد. لا كاين اللي كيخرج عيني يا صاحبي كيقول لك شفتونا غير حنا شفتو غير الحزب ديالنا ما شفتوش الحزب اللي كنسير قبل منا. نعم ولكن ملي كتجي كتعطيني دي فاكتور وغونفلي ما كاينش الناس اللي غيحاسبوا ما كاينش خبراء ما كاين دي زيكسبير اللي غيشوف داك الشيء كلشي غونفلي. نعم وا محمد واش بغيتيهم يخدموا بيليكي؟ لا ما يخدموش بيليكي
نعم عمر جيبو يدير في يخرج بالفيلا ويخرج بالناسيوناليتي كنديان ويخرج بزاف الحوايج. نعم يقدر الغرض يقضي الغرض لا ويدير الناس ويدير احنا غيقضي الغرض مع راسو يطلق لنا غلقو هذا ساخاي ماشي مشكل. علاش هذا غير رايي الشخصي اخويا محمد. عمرهم غيطلقوا لان ما عندناش المحاسبه. نعم صحيح انا والمحاسبه وكالحديث دائما هذا واحد الشك من اشكال الديمقراطيه والحديث على ما هو ديمقراطي في بلادنا والحديث دائما على ربط المسؤوليه بالمحاسبه واكد جلاله الملك نصره الله في كثير من الخطابات ديالو المسؤوليه ضربت دائما ربط المسؤوليه بالمحاسبه. وانا نذكر احدى الخطابات اللي تقال فيها كيفاش كيكون عندكم داك الوجه اللي كتوقفوا في الفيروج مثلا قدام المواطنين الا من رحم ربي الا من رحم ربي. وهنا ينقول ألف مره كلامك صحيح سيدي محمد تحيه لك اخاي ويخلينا نقول ألف مره على انه ماشي عيب وعادي جدا تسقط امطار كثيره ودوقع لنا الفيضانات. اللي ماشي عادي هو مشروع كيتعمل نتيجه واحد الفيضان معين في سنوات فريطه ماشي غير في ثلاث سنين الاخيره يكون عندك مشكل في واحد المنطقه ويتقد ويتصوب لانه الامطار عرت المشكل وبينت الهشاشه اللي فيه وصوبناه وقديناه. نعم وصرفنا عليه ميزانيه وخرجت واحد المقاوله معينه شبرت البروجي ودازت الامور وداز الامر. من بعد واحد السنتين عاودت تساقط الامطار وفي نفس المنطقه اللي يلاه تصلح هذه عامين ويوقع نفس المشكل أنا يا على المسؤول أن يتحمل مسؤوليته في ما ارتكبه من أمين إبراهيم كتبت لنا من 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 مشاكل من مشاكل أمين إبراهيم كتبت لنا صباح الخير هادو ما فكرناش فيهم هشام العطاري. شكون أمينة كتبت لنا من الحوزية سيدي عثمان أجو تشوف الصف فين وصل على المركوب. الناس, الناس واقفين في الشتا باقي كيتسناو اصلا باش نهضروش على الناس اللي راكبين وحلين في الطوموبيلات وفي الطوبيسات. كاين ناس اخرين مساكن في هاد الشتا تخيل واقفين كيتسناو المركوب حيت المركوب ما يقدرش يوصل عندهم مركوب طوبيس ولا تاكسي راه واحل في شي بلاصه. تخيل معايا الناس هاد الناس كي غيوصلوا لخدامهم كي غي كازا غرقات ما كل العظيم اللي تكون نشره. حنا عارفين بانهم مجموعه من الدول في العالم اللي كتكون نشرات انذاريه قبل اخي محمد ما كتمشيش الخدمه ما كتمشيش الخدمه هذه هذا هو الشركات هو الشركات والوزينات غادي تفهموا هذه المساله ما كتمشي انا غنوفروا لهم طائرات غنجي انا للمعمل غنجي لواحد المعمل نخدم ولا غنمشي لواحد البيرو نخدم طرق مقطوعه مع معروفه مقطوعه اش خرجني انا من الدار اصلا انا يا ستريس فوقاش نوصل فوقاش اعتقد على انه اللي يكون تعديل الا بغينا نقولوا ليكون مساله التحيين يعني نحيين هذا الامر على هذا الامر وكتمشي الامور كما بغينا وكما توفيق عطانا واحد توفيق عطانا واحد المعلومه كنت غادي للخدمه قالك من دار بوعزه اتجاه كازا طريق ازمور مسدوده طريق الرحمه مسدوده وطريق ليساسفه مسدوده دقتم يعني اللي ساكن في دار بوعزه خليك في دارك بلا ما اللي في دار بوعزه هاي المعلومه تقالت اللي ساكن في دار بوعزه في اتجاه كازا طريق ازمور مسدوده طريق الرحمه مسدوده طريق ليساس فكان يعني هادو اللي كاينين يعني بلا ما تسخسخ راسك بلا ما تسخسخ معاك ولادك ولا الزوجه ديالك ارجع لدارك اللي ساكن في دار بوعزه والله لا يبقى في دار الا بغى الا بغى بوعزه يخرج من دار ويخرج يخرج بوعزه. هذا الميساج اللي قلتي عائشه مهم وخزرين زاكس اصحاب الشركات خاصهم يعذروا الناس اليوم وجهوا لهم رساله لامية بصح بيان سور صحيح وجهوا اصحاب الشركات واصحاب المحلات ولا اصحاب الوزينات اللي تعطلوا عليهم الناس اللي خدامين عندهم خاصهم يتفهموا المساله ويعرفوا انه كاينه ظروف. ومن هذا الشيء خرج لك نشره انذاريه فهمتي من الفئه البرتقاليه والبلا من اللون الاحمر كانت المستوى الاحمر عارف شنو المستوى الاحمر اخي محمد المستوى الاحمر بمعنى انه ممكن تكون مشاكل في الطرق ممكن تكون مشاكل كذا ممكن وبنادم صباح من تحقق بالخدمه ديالو هشام. نعم. باش نختمها على الاقل ما قلناش المغرب كامل قلنا غير فين كاين مشاكل الامطار باش نختمها قول الدبلوماسيه المغربيه فرحاتنا في هذا الشهر هذا وربحنا معركه القرقارات خاصنا نربحو ومن بعد المسؤولين والمنتخبين خسرونا معركه القرقارات عباد الله القرقارات ما قديتوش عليها حشومه وعيب وعار حشومه من الطرائف كازا غرقات انتخابات قربت سعيد مسكير عيط لي دابا من الطرائف هو انه سي سعيد مسكير فنان ديالنا معنا في الاستماع قال لك هو حصل في طرماريس ياك في طرماريس منين سمع حبيبه امي اطلقنا الحبيبه امي الاغنيه ديالو
من تماك هو حاصل باقي والله الا كون تلقنا لك غا شوف الفلاح كيفاش وشطك هي. تحيه لسيدي سعيد مسكير تحيه الفنان سعيد مسكير وتحيه لكل اوفياء ميد غاديو الله يوصلكم. ونعاودوا شعارنا الخوت شوف الفلاح كيف معود نعاودوها معاه شوف الفلاح كي معوج الطاقية شوف المسؤول كي مروان القضية شوف الفلاح كي معوج الطاقية بصحتك شوف المسؤول كي مروان القضية ميمتي فرشات البنية التحتية كازا الوضعية ولات مزري لا لا والله خصك الغرام اخي محمد. إذا شكرا لكم مستمعين على التتبع ديالكم على وفائكم ميد غاديو. شكرا صابر فندى في الإخراج وهشام أبو زروال في الإشراف على المباشر في لاباج ميد غاديو أوفيسيال على الفيسبوك. تحية لكم مستمعين الكرام. محمد آخر كلمة نخليوها لك من هادشي كامل جوال شوف من هادشي كامل الحمد لله والشكر لله على أمطار الخير أنا فرحان بها بزاف بحكم أنه إن شاء الله قلت لك كلمة أخيرة ماشي عاود بدينا البرنامج العزيز على ميمتو عمره ما يتخاص شوف الفلاح كيف معوج الطاقية وشوف المسؤول كيف مرونة القضية خليوها والمدخل المستمعي مستمعي خليها في ودنك العزيز العليا يلا أخبار التاسعة لا غاديو